1949 ولد القائد عبد الله أوجلان في قرية عمارة التابعة لمنطقة خلفتي في مدينة أورفا. كان القائد محبا للطبيعة وصديقا حميما للطبيعة، مركز قوات حماية المجتمع والمرأة. هو هدفنا من هذه الافتتاحية وصولنا إلى جميع المكونات، كردن، عرب، سوريان، تركمان، إنه يدافعوا عن أنفسهم ويقوموا بواجب حماية أنفسهم داخل منازلهم. قوات حماية المجتمع الجوهرية بمساعدة الشعب يكونوا إيداً واحد ليقدروا يكسروا ذهنية الدولة